نورها بشقلا إن قفتو حلك يجو آمن وايدينك وح حلك يجو آمني إن هذا أنا إلى شقين كرا شقين إلى كمان كرا وايدينك مركا ين نقنن وح ما أنت كلا أنت العلا سارتين إن لسكيا بحاي مجرتو مركا إن شاء الله وح رجينا إن الشقلا عن وضع قبرنا شقلا وشقلا إن وشقلا هل جن كعيد كستيا لا إسكال عندنا جار وملا مركا وح رجينا إن شاء الله إن دمانت وضع قبرنا إن اسمه ذكر يستعمل أنت كبعد وح كنت لها وح سود وح دول هي وقراو وحتى ما له حد بعند الله سنة جورة دي أساس كور كتالي هذا هو إيشيو وحرجينا إن أنا النقطة سنة جورة كبدلن سنة جورة يمكن خارج سيرة أي قط على هذا أنا دورشة كبدلن دورشة يمكن خارج دورشة إن خارج هو إيشيو هل كان يكاد علي أنا هاجود ذا قوان قابل أنا يا وحنا عبد الله داهر يا حكمي ذا إن إفراح يوسف أو هذا جود ذا فلنت كمي ذا إن ما عمل كقابل كغير كي يوسف يعني ولا شيء غيري إذا نروادو بيدن سيرة قط علي ما أنا كيس قرح بلام بينا قط علي ولو ما أنت أكسي قرح بلام ثم ما أنت كار إنه بدل دورشة هير عالمي عن قوانه مركب إن شاء الله سنة جورة أنا وحنا تذكر قط سنة إن لو ديار جروه وحد شر حافظه هذا ليرى القوى حيال عروس وشين شغلة بيعشرة أو تزيلات كم عنها سنة جورة إن لو قوان الله وكله مركب ده ليرى حافظه كشقين اسمه عمل كحرجين إن شاء الله يعني لا شقيان حافظ كستبا وأن يسوون قرنا إن واحد إنه باه إن إنه ولا نعرف كلام ما هي سنة واحد أن كل الجميع مركز تان كسرعنا وحوها واحد عنتين كجروها مركز واحد كستان شقتين أن كقبنا إن شقتين هل جن كان كقبنا إن واحد ضمت إن إياه واحد شاف كأنه كجراي مركز إن شاء الله وحنا كعصينا سنة جورة دين وقت ويسود داي هذول ربي إنه سيد أهان شرط حير كإلا إياه شان يتوين بري إن يعني في لا يعني هذول اللي قصوا معاي وجري جودة مركز إن شاء الله جودة وشان يتوين كده بري يعني قصوا معاي إن شاء الله لكن واحد كسر ريت ضمت aan hadda hadu rabeen ma aan magacaabi doona ila caawo ila bari gudida qaban qaabada xalfada insha Allah marka haday suuroobgoydo in aan ku soo halkan lagu soo magacaabo oo halkan lagu soo sheegay noqon weeydo golayaasha whatsappka iyo taleefannada wal isku soo gudbinaya hadu ilaahay ogolaado oo shirku ino soo dabtay waayay ila iyo bari marka insha Allah waxaan ka codsanaynaa ruux kastaaba inuu shaqadii halkan ka sidoo wada u sii laba jibaaro u sii wada dhalinyarada ay u diyaar garoobo dhalinyarada waa shaqsi waa dadka lagu xisaabtamayo ee rabay inay halkan kulmariyaan waa dhalinyarada marka maanta casharka iyo taariikhda iyo aan dignay insha Allah dib aan uga sii noqono hore aan uga sii noqono aan ballaarino qabridahar baasha aan ka qabanay aan ilaahay heer deegan u dhaadicinay insha Allah.